بدورها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيله أن الوضع الصحي في جنين صعب جدا في ظل العملية الإسرائيلية المستمرة بالمحافظة. وأضافت الوزيرة أن القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات جنين وتعرقل وصول الجرحى إليها، وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على سيارات الإسعاف وتطلق النار عليها. وجددت وزيرة الصحة مناشداتها لهيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط من أجل وقف استهداف مراكز وطواقم العلاج والإسعاف. انضم إلينا من رام الله مراسلنا فراس لطفي. فراس، إذن مزيد من الاقتحامات، مزيد من الأعمال العدائية للجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما طبيعتها؟ ومزيد من الضحايا، قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ماجد عن سقوط فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما في اقتحام جنين ومخيمها، ليرتفع عدد من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي وبالطائرات المسيرة المفخخة إلى 12 فلسطينيا في جنين وعشرات الجرحى ومئات المعتقلين. الآن هناك أنباء عن تحركات للجيش الإسرائيلي منسحبا من بعض الأحياء داخل مخيم جنين والأحياء القريبة منه في مدينة جنين باتجاه خارج حدود المحافظة، لكن لا يزال هناك بعض القناصة الذين يعتلون أسطح المنازل وبعض الدوريات العسكرية المتواجدة على الشوارع والمداخل الرئيسية لهذه الأحياء. ولكن ما خلفه الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية التي تستمر لثلاثة أيام هو كبير جدا. اعتقل أكثر من 500 فلسطيني، نقلهم إلى معسكرات، تعامل معهم بطريقة مهينة ومذلة، وقام بتجريدهم من ملابسهم، معظمهم تم إطلاق سراحه بعد أن نكل فيه، والبعض الآخر أبقوا عليه في المعسكرات الإسرائيلية، والعدد غير واضح حتى الآن لأن الاعتقالات لا تزال مستمرة كما تقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين. المستشفيات محاصرة كانت بشكل كبير، يمنع حتى على الحالات المرضية الدخول إلا بعد تفتيش سيارات الإسعاف والطواقم الطبية التي كانت يعني تواجه تعثر كبير في عملها والوصول إلى المرضى والجرحى، إلى جانب منع المخابز المحال التجارية من فتح أبوابها، ما أدى إلى أزمة إنسانية في هذه المحافظة، وبعض العائلات يعني نفذ من عندها الأكل أو الطعام. والوضع يعني في منطقة جنين كان حقيقة مزر جدا وصعب للغاية بعد هذا الاقتحام الكبير الذي شارك فيه ماجد أكثر من 1400 جندي وضابط إسرائيلي وأكثر من 140 آلية عسكرية وجرافات عملاقة قامت بتجريف وتخريب البنى التحتية والشوارع في بعض الأحياء، وقطعت الكهرباء والماء والاتصالات في البعض الآخر منها. في الضفة الغربية نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقال واسعة في بيت لحم، تركزت في مخيم العزة، وأيضا كان هناك اعتقالات في مخيم الجلزون وفي محافظة أريحة ورام الله. وصل عدد من اعتقلوا إلى نحو 20 فلسطينيا، ومجموع من اعتقلوا حسب البيانات الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 4400 فلسطيني، وأكثر من 280 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش والمستوطنين. من رام الله مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك فراس.